في هذا اليوم المجيد نقف إجلالا وتقديرا وإكراما لشهدائنا الأبرار الذي ضحوا من أجلنا ومن أجل هذا الوطن. ونسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يترحم على شهدائنا الأبرار الذي سقطت دماؤهم التي روت دماؤهم هذه الأرض. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهدائنا بالقبول بالرضا بالقبول الحسن يسكنهم أعلى درجات المنى. ولا ننسى في هذا اليوم بكل عبارات الخزي والعار والذل والمهانة إلى كل خائن وعميل تواطأ مع هذا النظام